السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته أعزائي الطلبة. اليوم إن شاء الله راح نقوم بحل اختبار للثلاثي الأول في مادة التاريخ والجغرافيا الخاص بالسنة أولى متوسط. صحيح نموذجي لهذا الموضوع، ركزوا معايا. الأول عندنا جزئين، الجزء الأول له علاقة بالتاريخ، عندنا الجزء الثاني للجغرافيا كما راكم تلاحظوا. بداية الجزء الأول، عرف ما يلي. لدينا الآثار، الآثار سهل جدا تعريف تاعها، هي كل ما خلفه الإنسان القديم، يعني هي كل الأشياء التي خلفها الإنسان في القديم. هذا تعريف بسيط جدا كما راكم تلاحظوا هنا. نروحوا إلى فترة ما قبل التاريخ. فترة ما قبل التاريخ كما عرفناها هي الفترة الممتدة من ظهور الإنسان على سطح الأرض، يعني منذ أن خلقت البشرية، منذ ظهور آدم عليه السلام إلى غاية ابتكار الكتابة، يعني نهار ولاو يعبروا على الأحاسيس والمشاعر تاعهم عن طريق الكتابة سنة 3200 قبل الميلاد كما راكم تشوفوا هنا. هذا هو تعريف ما قبل التاريخ. روحوا إلى السؤال الثاني، يتم قراءة الآثار بعدة طرق، منها يعني الآثار يتم قراءتها بعدة طرق، منها كربون 14 لمعرفة عمر العظام، عندنا أيضا حساب حلقات الأشجار، معرفة نسبة الأرجون في الصخور، لدينا أيضا حساب نسبة البوتاسيوم في المعادن. هكذا يتم قراءة الآثار بعدة طرق، كما أنه أيضا عندنا طرق أخرى، ما أظن هذا واضح. عندنا الأشعة الصينية أيضا صحيحة. نروحوا للسؤال الثالث، سهل جدا، في الجدول الآتي صنف الآثار حسب نوعها. عندنا آثار مادية، آثار مكتوبة. آثار مادية هي نقصد بها الآثار الملموسة، الآثار المادية هي الآثار نصوص هي أكيد مكتوبة، النص يتكتب، نصوص تجي هنا. نروحوا إلى هياكل عظمية، أكيد هي مادية لأنها ملموسة، هياكل عظمية. نروحوا المسمارية، المسمارية هي كتابة بلاد الرافدين اللي اكتشفوها، الكتابة المسمارية، إذا هي مكتوبة المسمارية. أواني فخارية ملموسة، أواني فخارية، واضح. هذا السؤال سهل جدا. الآن ننتقلوا إلى الجزء الثاني وهو الوضعية الإدماجية، ركزوا معايا هنا مليح. في نقاش مع أصدقائك أصروا على كون أن حياة الإنسان ما قبل التاريخ عرفت تغييرا بعد اكتشاف الكتابة، بينما كان رأيك بأن حياة الإنسان مرت بثلاث عصور تطورت تدريجيا حتى بعد اكتشاف الكتابة.
لدينا السندات كما تلاحظوا. السند الأول: كان يعتمد إنسان ما قبل التاريخ في عيشه على الصيد والالتقاط. السند الثاني: سكن إنسان ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات. حنا مش نروح مباشرة إلى التعليمات. التعليمات واش تقول؟ اعتمادا على السندين هنا راهم مكتوبين لكم، ومن خلال ما درست اكتب فقرة من 8 أسطر تبين فيها خصائص العصر الحجري القديم. واش نديرو الان؟ نروحو الى المؤشرات. يعني حنايا كأساتذة نروحو عندنا هاد المعايير: الملائمة والالتزام بالمطلوب. 1 الالتزام بعدد الأسطر، يعني كم سطر؟ ديرو 8 أسطر. 2 وضع خطة للإجابة. معنى ذلك مقدمة واش راح نديرو فيها؟ مقدمة أنا حنتكلم فيها عن الموضوع الأساسي. موضوعنا هو ماذا؟ ما قبل التاريخ، زائد طرح تساؤلات. تساؤلات حول ماذا؟ حول خصائص العصر الحجري القديم. يعني هايلك نروحوا إلى قلب الورقة. نروحوا الآن إلى العرض. العرض طلبوا منا نلتزموا بالمطلوب. وش خصائص العصر الحجري القديم؟ الخاتمة. وش راح ندير في الخاتمة؟ الخاتمة هي عبارة عن استنتاج كما كنت تلاحظوا هنايا. الآن نروح إلى الاستعمال السليم لأدوات المادة. 1 استخدام السندات. السندات اللي طلبوهم منا، ركزوا معايا هنايا، عطاونا: كان يعتمد إنسان ما قبل التاريخ في عيشه على الصيد والالتقاط. سكن إنسان ما قبل التاريخ في الكهوف والمغارات. هذا حنستخدموه في العرض لأنه تعتبر جزء من خصائص العصر القديم. كان يعيش الإنسان في كهوف و المغارات. أيضا كان يعتمد على الالتقاط والصيد. هذه عبارة عن سندات استخدموها، أيضا تعتبر خصائص العصر الحجري القديم. ثانيا استعمال مفاهيم المادة. ما هي المفاهيم؟ مثلا نقولوا، تابعوا معايا: العصر الحجري القديم، ما قبل التاريخ، مثلا الآثار. هذه كامل عبارة عن مصطلحات خاصة أو مفاهيم بالمادة. نروحوا إلى جزء الآخر، ركزوا معايا هنايا. لدينا الانسجام والتناسق. لازم يكون عندنا تسلسل الأفكار، تدرج في بناء المنتوج. عملش لنا كو فهمتو مليح تسلسل الأفكار. عندنا يعني فكرة ترتبط بأخرى، ما خلطوش في الأفكار، تدرج في بناء المنتوج. عندنا في الأخير الإتقان والتمايز. شوفوا معايا في الإتقان والتمايز، ركزوا معايا. الآن ننتقل إلى الإتقان والتمايز. الإتقان والتمايز معناتها الخط
الواضح عليه عنامة زائد نظافة الورقة، استعمال أدوات الربط. هذا فيما يخص الوضعية الإدماجية خاصة بالتاريخ. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الجغرافيا. وش يقول التمرين الأول؟ الجزء الأول: أكمل الفراغ. طول خط الاستواء هو أكيد 0 درجة، لأنه هو المبدأ أو هو الخط الأساسي 0 درجة. شكل كوكب الأرض هو كروي، كما تناولنا في الدروس كروي الشكل، ليس دائري كما معظم تلاميذ كما أقولهم ما هو شكل الأرض يقولي أستاذة هو دائري، لا كروي، كنا درنا أدلة تدل على ذلك. روحوا إلى يحتل كوكب الأرض المرتبة 3 من حيث قربه للشمس، يعني زهرة عطارد ثم الشمس. الاتجاهات الرئيسية هي سهلة، هذه هي الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. على خريطة مرفقة عين أساسيات رسم الخريطة، تناولنا في الدروس أساسيات الخريطة. كما كنت لاحظوا هنا أمامنا خريطة الجزائر، أول شيء أساسيات الخريطة، لا يوجد خريطة بدون إطار، الإطار هذا الحيز الذي يرسم فيه الخريطة. الجزائر طبيعيا هو عنوان الخريطة، عنوان كما كنت لاحظوا. نروحوا الشمال، وش معناتها الشمال؟ الشمال معناتها الاتجاه، كما درنا على الاتجاهات الرئيسية الاتجاه. وهذا ماذا نقصد بألف كيلومتر هنا؟ المقياس بأنواع، عندنا مقياس الرسم، مقياس الكسر وغيرها. وهنايا دائرة تلاحظوها، هنا هي دائرة وهذه تمثل جبال، هذا عبارة عن مفتاح الخريطة، مفتاح سهل جدا. روحوا الآن إلى الجزء الثاني، ركزوا معايا، عندنا الجزء الثاني وش يقول؟ ركزوا. إذا كانت الساعة في المدينة ألف والتي تقع على خط طول 30 درجة غربا هي 10 صباحا، فكم تكون الساعة في مدينة ب التي تقع على خط غرينتش 0 درجة؟ واش قلت لكم من خلال دروس أو ملخص لي قلته لكم؟ دائما يجب أولا رسم دائرة في المسودة تاعي، يعني عندي مسودة راني جبتها رسمت فيها دائرة تمثل لي واش تمثل؟ كرة الأرضية. واش راح نرسم فيها؟ الخط الأساسي لها، خطها الأساسي هو خط غرينتش، وما نعين عليها ما طلب مني. ركزوا معايا، إذا كانت الساعة في مدينة ألف، هنايا مدينة ألف تقع على خط طول 30 درجة، الساعة 10، نعين عليها في هذه الدائرة. أنا قد دايما نرسم، واش ندير هنايا؟ ندير منا الشرق، الغرب، ندير منا زائد، ومنا ناقص، نروح نعين 30 درجة، 30 درجة ألف، مدينة ألف هايليك تقع على خط 30 درجة غرب، هاني في الجهة الغربية. السؤال يقول هنا عندي 10، الساعة 10 صباحا، عفوا نعم صباحا، كم تكون الساعة في المدينة با التي تقع على خط غرينتش؟ ها خط غرينتش، هاي المدينة با. حاجة الأولى اللي نديروها واش نديرو؟ نكتبو هنايا في الكراس هنايا، 1 حساب الساعة في المدينة با، نسطر عليها. واش راح ندير؟
هنا ينقسم باش تكفيني المكان. اولا لدينا 30 خط، 30 ضربها في 4، 30 في 4 شحال تعطينا؟ احسبوا معايا، قلنا 30 في 4 تعطينا 120 دقيقة، أي 120 دقيقة كم تساوي؟ تساوي 2 ساعة. وبما أننا في الجهة، هايلك شوفوا معايا هنا يا ألف، ننتقل نحو الشرق، هذا الشرق من ندير زايد ولا ناقص، معناتها راح مادام راح ننتقلوا من ألف إلى باء من الجهة الشرقية نضيف، بما أننا في الجهة الشرقية واش راح نديرو؟ الساعة هي 10 صباحا زائد 2 ساعة تعطي لنا 12 ساعة. كما كنت لاحظت قلت إذا الساعة 12 في المدينة، المدينة با. الآن نروح نحسب حساب الساعة في مدينة تقع على 45 درجة غربا، نروح نعينو عينو شوفوا معايا مليح. إذا كانت الساعة 11 هنا يا راهي 11 ظهرا، قالك كم تكون في الساعة في المدينة التي هنايا شوفوا معايا نعينوها غربا، كم تكون الساعة هنايا؟ 45 درجة غربا. نحن في الاتجاه الغرب، نقصو ومن نزيدو واش راح نديرو؟ اولا 45 نضربوها في 4 تعطي لنا 180 درجة، اي 180 درجة تساوي 3 ساعات، بما اننا ننتقل الى الجهة الغربية واش نديرو؟ ننقص الوقت. هاي هنايا رانا جهة الغرب، مدينة ظهرا منا راهي 11 الى هنايا ننتقلو منا، ماناش نروحو كيما قبيله رحنا من صافي، نقصو واش نديرو؟ 11 كيف تلاحظوا ناقص 3 ساعات كم تساوي؟ 8 صباحا. هذا هو الحل الصحيح. إذا أعجبكم الفيديو شاركوه.